رحت موقف عبد المنعم رياض في وقت الذروة، الدنيا زحمة والميكروباصات عددها قليل والركاب في الانتظار، ومع وصول كل ميكروباص المشهد بيتكرر، الكل بيحاول يلحق لنفسه مكان. ليه بيتقال على سواقين الميكروباص عفاريت الاسفنت عشان شياطين الطريق؟ عشان شياطين، عشان عندنا خفيه سرعه ومشي، وممكن لو لقينا الشارع ده زحمه نمشي من الشارع اللي بعديه، لقينا الشارع اللي بعديه زحمه ممكن نطلع على كوبري 6 اكتوبر. بنحاول نختصر باي طريقه عشان الركاب اللي معانا ما تزهقش من القعده واحنا ما نتعبش من المشي. انت كده طالع على طريقك ان شاء الله. طب يلا بينا. يلا كوتش. قررت اطلع مع احمد رحلته. الدنيا زحمة وقرر ان ياخد طريق تاني توفيرا للوقت والسولار. استاذ احمد، ليه تاخد عن سواقين الميكروباص سمعة سيئة؟ اولا عشان اسلوبهم وحش مع الناس، ثانيا عشان اكترتهم بيشربوا مخدرات، ثالثا عشان خاطر كتر الزحمة بيعمل كبت للسواق وهو ماشي، فبيخلي خلقه ده واعصابه مثلا متوترة دايما. انت بقالك كام سنة سواق ميكروباص؟ 10 سنين. العشر سنين اللي انت ماشي فيهم على الطريق، انت شايف ايه سبب الزحمه اللي موجوده والخنقه اللي موجوده في البلد؟ ممكن واحد يكون واقف في نص الشارع عشان يكلم واحد صاحبه، ممكن واحد يكون راكن صف تاني وصف تالت، الاشارات برضو ساعات بتوقف الشارع. دايما الناس شايفه ان سواقين الميكروباص سبب رئيسي في الزحمه اللي موجوده، وشايفين ان هم ما بيحبوش النظام. هم مش كلهم، ده اولا يعني في سواق ممكن يوقف كده في نص الشارع ينزل الزبون، ده غلط، يوقف الشارع وراه، وفي سواق ممكن يعني بقى عنده شويه ويركن على جنب وينزل الزبون، مش كلهم بيقفوا على جنب ينزلوا الزبون. قول لي مين بيتحكم في تسعيره الركوب بتاعه الميكروباص؟ السرفيس مش السواق، لان كده كده الزبون يعني اكيد فاهم. طب انت بتعمل صيانه للعربيه كل قد ايه؟ ممكن كل سبت، يعني انا ممكن كل اسبوع اصرف لي حوالي 400 جنيه او 500 جنيه. اكتر وقت بيضايق سواق الميكروباص في الشوارع بتاعه القاهره امتى؟ من 2 الدور لحد الساعه 5 6 المغرب. الزحمه دي بتاثر على سواق الميكروباص في الورديه ازاي؟ بتاثر معاه ماديا، بس مش مشكله، الماده دي اخر حاجه بتمثل عليها عصبيا ونفسيا بجد حقيقي. وبعدين رجلك تتعبك. المخالفات بتاعتك كانت عباره عن ايه؟ مرة حزام، مرة ما كانش معاه الرخصة، مرة الرخصة منتهية، ومرة عشان دي. ايه دي؟ ولاعة. ليه اتخذت مخالفة عشان دي؟ اللي حطيته عليه. شايف ان قانون المرور الجديد اللي اتعمل قدر ان هو يتحكم في سواقين الميكروباص شوية والفوضى اللي بيعملوها؟ بصراحة عشان يستاهلوا، عشان يبطلوا شوية اللي بياخدوه. أنا كنت بشرب بصراحة، وبطلت بقالي شهرين اهو الحمد لله رب العالمين. ايه اللي خلاك تبطل؟ عشان خاطر اطفالي اولا، انا متجوز ومعايا 3 اطفال. سواق الميكروباص بيخاف على الزباين اللي موجوده معاه، ولا في سواقين ما بتفرقش معاهم؟ لا، في سواقين ما بتفرقش معاهم، وفي سواقين بتخاف على نفسه وبيخاف على الناس وبيخاف على العربيه. ايه اهميه كمان الشرطه اللي بتبقى موجوده على الطريق في خط سير الميكروباص؟ عشان تمشي الشارع، ده لازم. انت شايف ان هي مهمه ليك؟ المفروض ان هي مهمه ليا، بدل ما بحمل مثلا من التحرير لحد الطلبيه هرم، لا ممكن احمل من التحرير لحد مشعل، وهي هي الاجره 200 جنيه زياده، بس في سبيل ان الاقي الشارع بتاعي ماشي، لو لقيته ماشي انا موافق ان انا اعمل كده. دايما الناس بتبص لسواق الميكروباص على انه هو الفئه الادنى في التعليم. لا، انا معايا الحمد لله رب العالمين، معايا بكالوريوس حاسبالي، ومعايا محمد صاحبي اسمه محمد بكابوس، ده عسل كده، دوت خريج حقوق، ومعاه كارنيه النقابه كمان بتاعت المحاميين، ومعايا واحد صاحبي تاني اسمه ميدو العربي خريج تجاره. عامه جيلي انا كله اصحابنا، اللي هو طلعنا ما لناش شغل، اشتغلنا سواقين. شايف ايه حل الزحمه؟ ايه حل الزحمه؟ ان كل واحد يمشي عادل، ده اولا. ثانيا يكون في رقابه صح وفي مرور شغاله صح يمشوا الشارع. ينفع يتبدل الحال ويبقى كل اشارات المرور الكترونيه من غير ضابط المرور؟ لا 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 لا، مستحيل. مش كل الناس هتحترم الاشارات. بص، لسه الاشاره اصلا ما عدتش وهم دخلوا في قلب بعضيهم،